إلى الشمال من محافظة الضالع تقع منطقة الحقة التابعة لمدينة الدم، وهي المنطقة التي بدلت الميليشيا وجه الحياة فيها من الأمن إلى الخوف ومن السلام إلى الحرب، وذلك عبر قيامها بارتكاب العديد من الممارسات القمعية بحق أبنائها بهدف إخضاعهم. بدأت فصول المواجهة بين الميليشيا وأبناء الحقب بعد سقوط مدينة دمت بأيديهم، حيث توجهت الميليشيا فورا إلى الحقب لتنفذ مداهمات واسعة بحق الأهالي، لكن الأمر ما لبث أن تطور بعد ذلك إلى قيام الميليشيا بفرض حظر التجوال في القرية منذ بداية سبتمبر الماضي، لتقوم بعد ذلك بتنفيذ جملة من الاعتقالات كان آخرها اختطاف 38 شابا من أبناء المنطقة، وهو ما أثار موجة من السخط والاستهجان بين الأهالي. على امتداد التاريخ النضالي كانت الحقب ولا زالت في الواجهة، وهو ما جعل الميليشيا توليها قدرا كبيرا من القمع والحصار، إلا أن هذه الإجراءات لم تفلح في النيل من عزيمة أبنائها وتوقهم للحرية وانخراطهم في الدفاع عن البلاد والجمهورية في العديد من جبهات القتال.